الفيديو الثالث بنات راح نحكي عن الايفنتس والاحداث. كل البرامج لازم بيها ايفنتس اللي هو يقول لي انا شلون ابدي انفذ. اهم حدث راح ناخذه وين فلاج كليكت. وين فلاج كليكت؟ عندما اضغط على هذا العلم الاخضر اللي فوق شي يصير؟ فرضا تشينج اكس باي ماينس 20. شوفوا بنات هاي فرضا انا اريد منها نسخه لوخه، فاضغط عليها دوبليكيت، يصير عندي اثنين منها، واحدة اسويها موجب واحدة اسويها سالب. اوكي هسه هنا أنا وين فلاج كليك غير لي الاكس ماينس 20، يعني حركه لليسار. شوفوا كل ما ضغطت الفلاج تحرك لليسار، غيرت لا اريد اتحرك لي اياه لليمين، كل ما اضغط الفلاج حرك لي اياه لليمين. اوكي هاي الفلاج، هاي وين فلاج كليت. هسه هاي الواي اذا اريدها بدل ما اروح على الموشن واجيب تشينج الواي اقدر اضغط عليها دوبليكيت يصير عندي منها اثنين. زين طبعا البلوكات تشتغل وكانه مغناطيس، من يصير بيناتهم رصاصي يعني راح يصير انجذاب. زين الحدث الاخر اللي راح ناخذه هذا الحدث الثاني اللي اسمه وين سبيس كي بريس، هذني كل مفاتيح كيبورد مال حاسبه. حاليا احنا ما راح نشتغل عليه لانه دنبرمج على الموبايلات ما عندي كيبورد، فاذا هذه راح اوفر. وين عندي وين ذا سبرايت كليكت؟ عندما اضغط على هذا الكائن ايش راح يصير؟ تشينج الاكس باي ماينس يعني حرك لي اياه لليسار. فشوفوا اني ذا تاتش ات يعني اضغط عليها كليكت بعدين هي تروح لليسار، لا غيرت اريد اروح لليمين، فمن اضغط عليها سبرايت كليكت مشي لي اياها لليمين. زين عندي وين باك دروب سويتش تو. حاليا هسه الباك دروب الخلفيه اللي هي هذه باك دروب، لا مالي راح الشغل ماتي. شوفوا هاني السبرايت ليش هسه اختفت البرمجه ماتي، خاف عندكم هيك يصير وين ست البرمجه ست اشتغلته كله راح، لا روح على السبرايت ماتش اضغطي تطلع البرمجه مالته بالكود. زين هسه شوفوا لنا السبرايت مات يقول وين الباك دروب سويتش تو، اذا فتحتها راح الاقي عندي اثنين. زين انا منين جبت الثانيه؟ هاي الستيج اضغط عليها اروح على الباك دروب نالي فوق راح اشوف اني هسه حاليا عندي اثنين ستيج اريد اضيف فرضا باك دروب اضيفه منه بالضبط. صار عندي هنا انا عده باك دروب، جيت حطيت الوول هاي الباك دروب فرضا ما تعجبني بس تضغطين عليها تمسحيها، صار عندك تو باك دروب. شو وقت احتاجها؟ فرضا انا دا اسوي قصة فمن نهار نهار صار ليل، ليل صار نهار، دا اسوي لعبة وفرضا اتغيرت من المستوى الاول للمستوى الثاني. هسه راح نشوف راح اصمم لكم لعبة انه من تخلص اللعبة تطلع لي شاشة تقولي جيم اوفر انتهت اللعبة، فشلون اغيرها؟ اغيرها بالباك دروب. مين اجيب الباك دروب؟ مثل ما قلت لكم باك دروب هنا تضغطين عليها تروحين على الباك دروب من فوق تقدرين تضيفين تزيدين، ممكن نكتب بعدين هنا لي فوق نكتب. فالباك دروب من دلينا مين نغيرها. زين هسه نرجع القطة برمجة مالتي، فهنا الوين الباك دروب سويتشد اذا تغيرت الخلفية مالتي الى الوول سوي لي كذا 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 برمجة ثانية بالعملية نحتاجها. انا ما راح اطول عليكم بالاعازات هواي لان اقوى تعليم لما احنا نجيب مشروع رأسا ننفذه او نكتبه خطوة خطوة ونشوف هاي الخطوة شو تسوي وتأثيرها شو يسوي، وراح نتعلم الاعاز عن طريقة راح يثبت عندنا بالذاكرة اكثر. نيجي على الايفنتس الوين اي ريسيف ذا مسج، هذه كلش مهمة بس بالبرمجة نتعلمها، انه اني راح اصيح كائن الكائن ثاني يدز لي رسالة، اني من استلم الرسالة مالته ابدي اني اشتغل كذا كذا اللي هو عن طريق البرودكاست. هذه الايفنتس هاي الاحداث اهم الاحداث اللي راح نستخدمها هسه احنا بالموبايل، الفلاج كليكت والباك دروب سويتش والسبرايت كليكت، ونشوفكم في فيديو اخر.